تنتقل الكوليرا عبر المياه الملوثة، لذا علينا شرب واستخدام المياه النظيفة والمعقمة، عبر الطعام الملوث بالبكتيريا، لذا علينا طهو الطعام بشكل جيد، الابتعاد عن الأطعمة النيئة، غسل الخضار والفاكهة وتعقيمها قبل تناولها عبر الأيدي الملوثة بالبكتيريا، لذا علينا تنظيف اليدين وغسلها جيداً قبل طهو الطعام، قبل تناوله وبعد استعمال الحمام عبر المسطحات الملوثة بالبكتيريا، لذا علينا تنظيف هذه المسطحات جيداً عبر الحشرات في الأماكن القريبة من أماكن التلوث، لذا علينا عدم ترك الطعام مكشوف لأي ظرف من الظروف.